ياك بغيتي غير الخلفة، ياك بغيتي غير الشعر ينبت من الجذر ديالو بهذا المكون اللي غتشريه بدرهم وحده من عند العطار، درهم وحده الشعر ديالك ما شاء الله غادي يولي ينغل 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 بالشعر، فين ما حطيتي هذا المكون ما شاء الله غادي تنبت الشعره من الجذر ديالها ما شاء الله تبارك الله. زائد الشعر حرشه البنات، تطويل وكيراتين في نفس الوقت البنات، من اروع ما يكون. زائد حاجه زوينه في هذه الوصفه، بدون غسل ما غاديش تغسلي الشعر ديالك نهائيا، وحنا دابا في البرد ما كاين لا زيوت ما كاين لا بصله ما كاين لا ثومه نهائيا، مكون واحد غتاخديه من عند العطار. المقادير المضبوطه، المقادير المضبوطه يا البنات، لانكم غاليات على القلب ديالي. سلام بنات، لاباس عليكم، شخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره، ديري لختك واحد لايك 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 قبل ما تكملي لا فيديو، واشتركي في القناه وفعلي داك الجرس اللي حداه صغير باش اي فيديو ان شاء الله حطيته في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. ان شاء الله البنات غنشارك معكم مكون واحد من اروع ما يكون يا البنات، زيدوا على الوصفات اللي شاركت معكم، الحمد لله اللي عطاوكم نتيجه، وشكرا للبنات اللي كيكتبوا شهاده حق في الوصفات اللي كيجربوا، الحمد لله شكرا لكم البنات بزاف بزاف. هاد المكون البنات غتاخدي منه درهم وحده، غير درهم درهم البنات الشعب درهم، غتمشي عند العطار غتقولي ليه اعطيني درهم، غتعاجي الشعر ديالك بدرهم وحده ما شاء الله، الشعر ديالك غادي يولي نغول بالكثافه. زائد البنات راه كينبت الشعر بواحد الصوره اللي خياليه خياليه خياليه، صدقوني يا البنات راه الزغبه ما شاء الله غتنبت لكم من الجذر ديالها، راه ما شاء الله البنات انا راه ما كانش عندي الخلفه نهائيا، راه الحمد لله بالوصفات اللي كنشارك معكم وبالوصفات اللي كنعطيكم، راه البنات كنعطيها لكم من القلب الصافي لانكم كتستاهلوا. البنات رجعوا الفيديوهات شوفوا الشعر ديالي كيفاش ولا الحمد لله وكيفاش كان قبل، يعني اي حاجه كنشاركها معكم البنات راه كنشاركها معكم من القلب البنات، لانكم غاليات على قلبي وكتستاهلوا المصداقيه. البنات اش غادي نقول لكم، خليكم معايا من الاول فيديو حتى الاخر الفيديو باش نعطيكم ان شاء الله هذا المكون السحري، زائد طريقه التطبيق اللي جد 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 مهمه في هذا الشيء كامل ان شاء الله. اول مكون ان شاء الله غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا، المكون الرئيسي يا البنات في هذه الوصفه ان شاء الله هو حب رشاد. ما شاء الله كما كتعرفوا حب رشاد غني بالعناصر الغذائيه بحال الحديد والسيليكا والفيتامين ه والفيتامين جي والبروتين وبزاف ديال المصادر اللي غنيه 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 ما شاء الله، اللي كتخلي الشعر تبارك الله واحد القوه واحد التماسك واحد اللمعان، كتحيد التساقط الشعر من الجذر ما شاء الله، يعني الناس اللي كيعانيوا بالتساقط ما كيبقاش عندهم نهائيا نهائيا، زائد كتكتف الشعر بواحد الصوره اللي خياليه، زائد انبات الشعر بواحد الصوره اللي ما يمكنش تصوروها يا البنات، رائع رائع رائع. اذا اول حاجه شنو غادي نديرو، غادي ناخذ تقريبا 3 المعالق من حب رشاد او الحبه الحمراء، 3 المعالق غادي نديروهم في كاسرونه، غادي نزيدو عليهم 2 كيسان كبار ديال الماء كيكون بارد ماشي الماء سخون، من بعد غادي نديرهم في كاسرونه، غادي نحطوهم على نار اللي كتكون مهيله كيف ما كتشوفوا البنات، كلشي موضح عندكم في لا فيديو، غادي نخليه حتى كيطلق معنا داك الجيل ماشي يختار معنا الحب رشاد، كيبقى شويه ديال الماء يعني غير واحد 10 دقائق كاع غنخليهم فوق البوطه صافي، وكنطفاو عليهم كيف ما كتشوفوا، غادي ندوزهم هكا في الصفايه، غادي نستخرجوا غير هذاك الجيل اللي غتخرج لينا حب رشاد، غير الجيل ديالو بوحدو كيف ما كتشوفوا بها الطريقة. الا بغيتو ديرو صفايا، بغيتو ديرو زويه في حياتي، بغيتو ديرو ليبا، ماشي مشكل، اي حاجه تقضي لكم الغرض كيف ما كتشوفوا بحال هكا نصفيوه مزيان. وبالنسبه للخليط اللي بقى ليا ديال حب رشاد، فانا البنات ما غاديش نرميه، فانا غادي نطحنه وغادي نخلط معاه 2 معالق كبار ديال النشا، وغادي ندير معاه بيضه وندير معاه الزيوت، وغادي نديرو ككيغاتي للشعر ديالي ان شاء الله. وبالنسبه لهاد الماء ديال الماء ديالو الجيل ديالو، خليكم معايا البنات حتى الاخر ديال الفيديو باش ان شاء الله غادي نعطيكم طريقه الاستعمال ديالو بالضبط. من بعد غادي نعاود نصفيه كيف ما كتشوفوا، غير نحيد منه دوك الحبيبات صافي، وغادي تخليوها البنات هكا غادي تستعملوه. بغيتو ديروه في بخاخ، هو في بخاخ ما غاديش يدوز لكم لانه فيه دوك الحبيبات اللي كيف ما كتشوفوا ما غاديش يدوزش معاكم، انا درتو في بخاخ ولكن ما استعملتوش في البخاف، غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي ندير ليه. يلا البنات خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش نعطيكم ان شاء الله طريقه الاستعمال باذن الله. المهم اول حاجه البنات غادي تمشطي الشعر ديالك كيف ما كتشوفوا بحال هكا،
غادي تقسميه على جوج بحال هكا. هانتوما البنات الراس ديالكم صافي. البنات البخاخ ما دوزهاش ليا، نتوما البنات غادي ديروها فاش ما كانت بحال هذا الشكل هذا، وغداو تهزوا غير بيديكم لانه بقى فيها شي شويه ديال الحبيبات ما دوزهاش ليا البخاخ نهائيا. هانتوما غادي ندير بحال هكا، شوفوا ما شاء الله الجيل كيفاش دايره. هانتوما وي هنايا، وغنبقى نهز غير بيديا ونطبق في الجذور ديال الشعر ديالي بحال هكا بحال هكا بحال هكا. هانتوما تهزي بحال هكا وكتبقي مزيان على البلاصه اللي عندك فيها الفراغ بحال هكا. مثلا هنا بزاف ديال البنات هنا ما عندهمش هاد الخلفه، كتركزي عليها بحال هكا على الشعر ديالك كامل، كتطبقي هانتوما بحال هكا. مزيان مزيان البلاصه اللي عندك فيها الفراغ دهني هانتوما، وحكي الفروه ديال الراس مزيان مزيان هكا هكا. البنات اللي عندهم الصلع في الامام حاولوا تحطوا هذا المكون، تبارك الله راه شوفوا الكميه ما شاء الله، راه شغنقول لكم راه ديري انتي وديروا عائلتك كامله صافي بحال هكا. دهن مزيان الفروه ديال الراس هكا هكا صافي صافي. من بعد غادي نجي الاطراف ديال الشعر هنايا وندهن الاطراف مزيان مزيان، لانه في نفس الوقت كتعالجي الشعر ديالك وفي نفس الوقت كيرطب الشعر ما شاء الله، يعني كانك درتي كيراتين مبالغ لي خياليه. بحال هكا كنجمع الشعر ديالي بحال هكا بلا ما تمشطوه البنات، ما تمشطوه ما حتى شي حاجه كيف ما كتشوفوا، ونجمع الشعر ديالي بحال هكا. راه دغيا كينشف البنات، راه جوج دقائق جوج دقائق ما كاملاش دغيا سبحان الله الزغبه كتشربوا ودغيا كينشف كيف ما كتشوفوا البنات. وغادي نجيب واحد زويف، ولا عندك بوني ديال بلاستيك ولا ديال الالومنيوم ولا سلوفان ولا اي حاجه، ديريها للشعر ديالك واحد الساعه وعاودي حيدي. غادي ندير غير زويف عادي كيف ما كتشوفوا، زويف بحال هكا وغادي نديرو وصافي. وهنا بالصحه والراحه يا لالا بحال هكا. بالنسبه لهاد الكميه البنات ان شاء الله راه غدي معكم 3 ايام. بالنسبه لطريقه الاستعمال، اول حاجه غادي ديروها بلا ما غادي تغسلو، هذه الحاجه الزوينه في هاد المكون وفي هاد الوصفه اللي شاركت معكم البنات، ما غاديش تغسلي الشعر ديالك نهائيا، غادي ديريها 3 ايام متتاليه. كيف ما قلت لكم اشنو غادي ديري، غتاخدي هذا المحلول غتطبقيه على الشعر ديالك النهار الاول، غديريه في الليل وغادي تنعسي، غديري البوني ولا ديري شي زويف ولا اللي درتي، مهم غطي الراس ديالك لانه دابا البرد، غطي الراس ديالك بشي حاجه سخونه ولا بشي زويف حياتي ولا اي حاجه صافي ونعسي. الغد ليه عاوتاني في نفس الوقيته اللي درتي فيها هذا المحلول، عاودي فوق من داكشي ما تغسلي لا الشعر ديالك لا والو، عاودي الطبقه الثانيه عاوتاني ونفس الطريقه ثاني ونفس هذه، وديري ثاني البوني وديري الفولار على شعرك ونعسي. والغد ليه عاوتاني لمده 3 ايام، 3 ايام البنات متتاليه، نهار الاول ونهار الثاني ونهار الثالث، راه من اروع ما يكون البنات، وغادي تجي وغتشكروني وتدعيو معايا دعاوي الخير. هادشي اللي بغيت منكم البنات، غير دعاوي ديال الخير، دعاوي ديال الخير ببركه لانكم غاليات على القلب ديالي. وبارطاجيو ليا البنات هاد لا فيديو لاكبر عدد ديال الناس باش يستافدوا، اللي مساكن الشعر ديالهم مشى او ما عندهم الصلع او الشعر ديالهم مشى ليهم بواحد الدرجه اللي بزاف، راه ديال الوقيته البنات اللي خاصنا نعالجوا الشعر ديالنا. هاد الوقيته سبحان الله الشعر كيستافد بزاف بزاف بزاف. علاش البنات انا كنعطيكم في الوصفات ديال الشعر اللي استفدت منهم، لانه هاد الوقيته
مفيده بزاف للناس اللي كيعانوا من هذه المشاكل كامله. يعني تهلاي في شعرك في هذه الوقيته، تهلاي شعرك، تهلاي في شعرك، تهلاي في شعرك. مهم البنات. وصافي البنات، وصلنا لاخر مرحله. اش غادي نقول لكم البنات؟ ان شاء الله راه جاي المزيد والمزيد والمزيد. ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للعائله ديالنا، مرحبا بكم، والف الف مرحبا بكم، نورتونا. الوصفات ان شاء الله اللي كتطلبوا مني راه ان شاء الله غادي نشاركها معكم وحده مورا وحده، راني ما نسيت حتى شي وحده. ولي كومونتير كاملين البنات راني كنجاوبكم. شكرا لكم البنات. اذا البنات ما سخيتش بكم، وغادي نقول لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.